بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، وإن شاء الله نستكمل دروس Mastering Python and Artificial Intelligence مع درس جديد ومشوق جدا، وهو Pandas Profiling. Pandas Profiling one of the techniques that will be used في Data Science. سهل جدا جدا، line of code بتكون مسوي تقرير كبير جدا، وراح تشوفوا أشياء غريبة عجيبة فيما يخص كيف نطلع analysis و exploratory للداتا بشكل very fast list code with very fantastic and fancy reports. الأجندة راح نتكلم على الاكسبلوراتوري داتا analysis الـ EDA وشو علاقتها بالداتا ساينس، نشوف الـ Pandas Profile Overview، نعطي examples على using الـ Pandas Profiling على PyCharm Spider، يعني الـ editors العادية سواء كانت هذول اثنين أو غيرهم حتى. بعدين نحكي على الـ Pandas Profiling Read Dataset، نحكي على also الـ Pandas Profiling على JSON Files، وبالأخير نعطي على JSON using Jupyter كيف نطلع الـ Pandas Profiling. في مفهوم جديد في علم البيانات Data Science، ألا وهو استكشاف وتحليل البيانات. استكشاف وتحليل البيانات صار هذا الموضوع few years على الساحة من لما طلع موضوع الـ Data Science، اللي هو باللغة الإنجليزية الـ Exploratory Data Analysis الـ EDA. فراح تشوفوا كثير EDA Reports أو EDA Reports أو articles على الـ EDA، فالـ EDA اختصارها Exploratory Data Analysis. هاي تعتبر أهم الخطوات فيما يخص الـ Data Science، وهاي بتمثل الركيزة، إحدى الركائز، إنك كيف تتعامل مع البيانات وبطريقة very intelligent و very fast quick، أو بشكل إنك تطلع reports محترمة تحتوي على بيانات تفيدك فيما يخص الـ Data Science. طبعاً الـ EDA يعني give us يعني more insights about الـ Data نفسها. ممكن نطلع مثلاً إيش الـ Missing Values، شو الـ Duplicates اللي عندي، Counts، Mean، Medians، الـ Quantities، الـ Distribution of the Data، والـ Correlation of Variables، and many other things that we will see إن شاء الله في هذا الدرس. طبعا احنا في شيء اسمه Panda Profiling، هذا library موجود في بايثون بتخليك تعمل الموضوع كله هذا بسطر واحد اوف كود، يعني سطر اوف كود تكتب شيء معين بيطلع لك تقرير متكامل على الداتا ست اللي عندك. يعني شغلات غريبه عجيبه بصراحه انا عجبت فيها كثير، وهي يعني انها سربرايزنج لانه بتطلع كم هائل من التحليل بلاين اوف كود واحد، بتطلع لك اياه على HTML page، وال HTML page هاي interactive، فيها اشياء كثير ممكن تكبس عليها عشان تطلع مور details about الاناليسز اللي موجوده على الداتا. فهذا هو جوهر هذا الدرس، وهو درس حقيقه مهم جدا وممتع، لانه بختصر على المبرمجين وبختصر على الداتا ساينتستس، وكمان بختصر على الـ Artificial Intelligence Related Things، لأنه التحليل اللي بطلعه عن داتا ست ببين لك شو تكاملية هاي الداتا، إذا في Missing Data بوضح لك إياها، شو داتا التابس اللي عندي، بعطيك Sample Data، بعطيك Diagrams على Correlations بين الداتا، بعطيك Histogram على Variables الموجودة عندك بالداتا ست. فهذا الموضوع كثير مهم، وبنصح كل الناس بصراحة يشوفوه ويتعلموه، لأنه it's just line of code واحد وبتطلع لك أشياء كثيرة. طبعا إذا احنا بنشوف موضوع الـ Data Spread، طبعا Data Spread له أنت بتطلع المين، بتطلع Standard Deviations، الميديان، المينيماكس، الهيستوغرامز، هاي كلها اسمها Data Spread. وفي عندك اسمه Data Quality. Data Quality إنك بتطلع مثلا إيش Missing Values، Number of Variables، Data Types، Duplicates. وفي عندك شيء اسمه variable relationships، هاي بتطلع فيها correlations. فالـ EDA هو in between data، أو تشمل data spread، data quality، والvariable relationship اللي هي correlations. فهاي موضوع كثير كثير مهم، وهو موضوع يعني كل data scientists بيهتموا فيه، وهو سهل جدا زي ما راح نشوف الآن في السلايدز القادمة. لما نحكي Pandas Profile، طبعا
الباندا بروفايلنج هي الكور تبعت الاي دي اي، وبتستعملها وبتستعمل داتا فريم فيها. اذا بتتذكروا بالباندز في شيء اسمه ديسكرايب، هاي ديسكرايب بتعطيك طوالي سم ستاتستيكال انفورميشن على الداتا الموجوده عندك، بس هاي تعتبر بيسك بالنسبه للاي دي اي. احنا بدنا شيء عميق كثير ويطلع لنا داتا كثير، فبنستعمل الاي دي اي او بنسميها الباندا بروفايلنج فور ذس بيربوس، وبنطلع اشياء كثيره في الباندا بروفايلنج. منها مثلا اول شيء بنطلع التايب انفرنس detect the types of the columns in the data frame. إيش the types of the data؟ منطلع the essentials زي type, unique values, the missing values. منطلع statistical information زي مثلاً the minimum value, the Q1, the median, the Q3, the maximum range, many others. بعدين منطلع descriptive the statistics like the mean, the model, the standard deviation. منطلع the sum, the median, the absolute deviations, the coefficients of the variance, many others. كمان منطلع الـ most frequent values، ومنطلع الـ histogram للداتا سيت، ومنطلع الـ correlations بين الـ feeds في الداتا سيت، ومنطلع الـ missing values matrix، الـ count والـ heat map، يعني many other things also. وآخر شيء منطلع شيء اسمه data analysis. هسا تخيلوا إنه بـ one line of code بطلع كل هاي الـ information about الداتا سيت الموجودة معك. فهذا يعتبر big step في موضوع علم البيانات. وفي بايثون، لأنه بايثون زي ما شفنا كيف في تقريبا 100 درس مضى قديش هي باورفول، وقديش انت ممكن تستفيد منها انك تطلع بشورت كود اشياء كثيرة جدا مش متوفرة في اللغات الاخرى. اذا جماعة الداتا ساينتست وجماعة الارتفيشال انتليجنس ديب ليرنينج والماشين ليرنينج ممكن يطلعوا التقرير الاول عن الداتا هاي عشان يشوفوا الماتوريتي، نضوج هاي الداتا الموجودة عندك واللي ممكن تستعملها عشان تعمل عليها artificial intelligence algorithms وتطبق عليها هاي algorithms. حتى أعمل installation للباندا بقول له pip install pandas dash profiling، أو بالكوندا بقول له conda install conda fork panda profiling. بالطريقة هاي بتعمل installation للباندا profiling. الآن بنستعمل أول شيء الباند بروفايلينج using الإديترز العادية زي مثلاً بايتشارم، سبايدر أو أي أذر إديترز. بنشوف كيف بنستعملها، وبعدين كمان بنشوف بعد شوية على الجوبيتر. طيب سبوز إنه أنا عندي داتا ست هاي مكونة من راندوم نمبرز. تخيلوا أنا عندي داتا ست فيها ثلاثة حقول، الكولومز اللي هم A B C، وبدي أنا تجنريت 100 رقم بشكل راندوم لهي 3 كولومز. فبعمل بالطريقه هاي، اول شيء طبعا بعمل امبورتنج للنمباي باندز بروفايلنج، بعمل امبورتنج بروفايل ريبورت، بعمل امبورتنج للبروفايل ريبورت. فانا بدي اعمل داتا ست هاي هي عباره عن ثلاث حقول اي بي سي، وبدي احط فيها راندوم نمبرز على اعتبار اني انا عندي بس راندوم نمبرز عشان اعمل عليها اناليسيس. فهاي الداتا ست اللي بدي اشتغل عليها، وطبعا بعد شوي راح نشوف احنا داتا ست حقيقيه وورجيكم كيف تشتغلوا عليها. كل ما هناك بقول له بروفايل يساوي بروفايل ريبورت، بودي له الداتا ست تبعت هي الداتا ست دي اف يساوي دي اف، هي دي اف. بقول له شو تايتل الريبورت اللي عندي، بس بقول له زي هيك هاي بتعمل لي جنريتنج للريبورت، بدي اخزنه عندي عشان اشوفه. فبقول له بروفايل دوت تو اندرسكور فايل، الاوتبوت فايل اللي بدي اسميه مثلا ماي ريبورت دوت اتش تي ام ال، ماي ريبورت دوت اتش تي ام ال، عشان بدي اشوف على الاتش تي ام ال الفايل. لما انفذ هذا البرنامج بصير يعمل اناليسز بالطريقه هاي، يعني دقيقه واحده او اقل بجوز بيطلع لي الفاريبلز كورليشنز انتراكشنز. هلا بنشوف كيف شكل الريبورت على السلايد الجاي. طبعا نتيجه البرنامج اللي قبل شوي عباره عن ريبورت، الريبورت هذا اسمه ماي ريبورت، ماي اندرسكور ريبورت اتش تي ام ال. بس اكبس عليه بيطلع لي هذا الريبورت. هسه هذا الريبورت هو ريبورت غريب عجيب، يحتوي على سو ماني انفورميشن، نحكي فيهم كويكلي ونشوف ايش هم الاشياء الموجودين. طبعا يعني بشكل عام الاشياء الموجوده هي اوفر فيو، في عندنا شويه variables analysis, interactions, correlations, missing values وسامبلز. كل هاي موجوده عن طريق one line of code اللي انا عملته. فتخيلوا قديش انا بدي اختصر واختصرت الكود كله واطلع ريبورت زي هذا على الداتا اللي عندي. طبعا هذا الريبورت هسه مش فيه بالتفصيل. طيب لما نحكي على الاوفر فيو، الاوفر فيو بعطيني هنا اوفر فيو، بعطيني داتا ست ستاتستكس، ما
بعطيني number of variables, number of observations, missing cells, missing cells percentage, duplicate rows percentage, total size in the memory, average record size in the memory. بعطيني variable types, عندي كلها طلعوا ثلاثة number variables. كلهم الثلاثة اللي هم ABC, إذا بتتذكروا الداتا ست اللي قبل شوية فيها ABC وفيها random values. فيها 100 values per each record, per each column. وهم ثلاثة حقول. فهي أول information طلع لي. فقال لي إنه number of variables كم عندي ثلاث. مظبوط عندي ABC. Number of observations عندي 100. عدد الروز. والmissing values 0. Which is very good. تخيلوا عندي missing values أنا قبل ما أشتغل عليها قبل ما أشتغل عليها بالديب ليرنينج أو بالماشين ليرنينج بعرف هنا هاي التفاصيل كلها وبعرف الـ variables كمان الموجودة عندي شو نوعها, هل هي string, هل هي مثلا numeric زي ما هو موجود عندي عبارة عن numerics. خلينا نشوف كمان الأذر, ننزل تحت هيك بالريبورت هذا وننزل نشوف أشياء ثانية. هاي عندنا مثلا variables. طبعا variables section provides the information of the every feature individually بشكل هاي A مثلا بشكل عندي 3 columns عندي بالداتا ست تبعتي A و B و C. هاي بنعطي مثال على A, هاي A طلع information كامل عنها distinct 100 عندي 100 record عندي 100 count unique 100% كلهم unique ما في اشي زي بعضه missing values 0 كلها معبية ما في اي missing values الانفينيت بيرسنتج 0 المين هاي المين المينيمم فاليو الماكسيمم فاليو الزيروز الموجوده عندي. فتخيلوا انا قاعد بطلع انفورميشن على كل حق الموجود عندي بدل ما افتح الاكسل شيت واروح على الداتا هاي واشوفها كركورد دوكود واصير ابحث عنها, هذا ريكورد او هذا الريبورت بيبين لي كل الانفورميشن على هذا الحقل او العمود الموجود عندي, مما يعطي لجماعه الداتا ساينس او داتا ساينتستس وبعطي جماعه المشين ليرنينج والديب ليرنينج some insights, some very good insights على ايش, على الداتا الموجوده عندي عشان اشوف اتعامل معها واتاكد انه ما عندي اعملها زي كليننج. هذا بعطيني زي قديش انا داتا كلين عندي, قديش عندي فيها missing values, قديش في عندي انواع values, شو values القليله والكبيره عشان اعمل له سكيلر. فهذا الريبورت جدا جدا مهم. خلينا نشوف كمان, طبعا بستعمل توجل ديتيلز بيطلع معي ما يلي. خلينا نشوف هذا التقرير كمان من ضمن التقرير. هاي شفنا الستاتستكس, statistics طبعا لما عملت توجل ديتيلز توجل للديتيلز طلع معي كمان هذول الداتا. تخيلوا شو راح هسه اشوف انفورميشن كوانتال ستاتستكس, طلع معي المينيمم الفيفث بيرسنتل كيو 1 الميديان كيو 3 والماكسيمم رينج ال 95 او 95th percentile قديش طلع معي هاي الفاليوز زائد ديسكريبتيف ستاتستكس طلعت معي اللي هو ستاندرد ديفيشن كوفيشنت اوف فاريبلز الكورتيسز المين ميديان سكويز سم الفاريانس. تخيلوا قاعد انا بطلع هاي كل الانفورميشن لسه انا ما خلصتش. تخيلوا من خط سطر واحد كتبته طلعت هذا الريبورت عشان يعطيني تفصيل كامل على كل داتا ست اللي عندي. فانت كداتا ساينتست كداتا ساينتست او كباحث انت في رسائل الماجستير او الدكتوراه, تخيلوا مثلا انت بترفق مع رسالتك او المبحث اللي انت شغال فيه او رسالة الدكتوراه مثلا هاي الدياجرامز وتشوف التفاصيل كلها هاي الداتا اللي عندك, فبصير عندك انت more insights about الداتا اللي راح تتعامل معها. فهذا الريبورت وهذا وهي الفيتشر اللي هي البانديز بروفايلينج تعتبر اساسيه في علم البيانات. خلينا نشوف الاذرز ثينجز الموجوده الهيستوغرامز والكومن فاليوز والاكستريم فاليوز. هاي عندنا الهيستوغرام, لاحظ كيف طلع لي الهيستوغرام للداتا. هاي طلع لي الكومن فاليوز الموجوده عندي, هاي الكومن فاليوز. هاي طلع لي الاكستريم فاليوز, هاي فيري اكستريم فاليوز بتكون عندك كبيره جدا او صغيره او موجوده على الاطراف, هاي الكاونت تبعتها. وطبعا على الفاريبل بي نفس الشيء, بشوف الانفورميشن هاي كلها بشكل عام, بتدخل على توجل ديتيلز بشوف التفاصيل كلها. على السي فاريبل بتشوف نفس الشيء. فلو عندكم مثلا داتا ست فيها 10 كولمز بيطلع معكم 10 كولمز فيهم كل التفاصيل هاي اللي انتم راح تشوفوها. الانتر اكشنز مثلا بانتر اكشن مثلا بين A و A او A و B, هاي A و B كابستون على A والكورليشن او الانتر اكشنز عفوا مع ال B او مثلا ممكن تكبسونه مع السي, بشوف لك الانتر اكشنز بين الحقول والكولمز الموجوده عندك. هاي كورليشنز, الكورليشنز بين مثلا هاي عندي
A وB وC, وهي عندي A وB وC, وهي طبيعة الكورليشنز اللي بتحكم بين هاي الداتا, أو ممكن أروح على سبيرمان أو الأذر ألغورثمز الموجودة عندي هون حتى طلع أنا الكورليشنز بين هاي الداتا. هاي الميسنج فاليوز بقول لي إنه الكاونتس 1 2 كذا كلها 100% الA, البي 100% والC 100%. لو في ميسنج فاليوز بتبين عندي هون البرسنتج, وبروح على الماتريكس وبشوفها كلها. عندي سامبل روز, هي سامبل روز مع الداتا, ممكن طبعا ارفق بالتقرير تبعي انا كداتا ساينتست اسامبل على الداتا هاي في الريبورت او كباحث في الماجستير والدكتوراه. هي اللاست روز الموجوده عندي عشان اشوف مثلا سامبل على اللاست روز. هيك احنا استعرضنا الريبورت كامل كريبورت, لكن تخيلوا انا عندي مثلا هنا داتا سيت, هاي الداتا سيت اللي هي مثلا اخترت هاي الداتا سيت اللي هي الفيول كونسومشن مثلا, فالفيول كونسومشن هاي فيها البترول تاكس, الافريج انكم, البافد هاي ويز, البوبوليشن درايفر لايسنس برسنتج, البترول كونسومشنز. فانا بدي اعمل نفس الريبورت على هاي الداتا. ممكن بس شو اقول له هنا, بقول له طبعا دي اف يساوي بي دي دوت ريد سي اس في البتروليال كونسومشن دوت سي اس في فايل, بكون طبعا نزله هذا اسمه بتروليال اندرسكور كونسومشن, ذس از اسامبل, يعني ممكن تنزل انت اي داتا ست بدك اياها او شغال عليها حاليا وتحطها هنا مكان هذا الريكورد, وتقول له هنا بروفايل يساوي بروفايل ريبورت دي اف اللي هي داتا ست وهي التايتل مثلا, وتخزنه انت مثلا على ماي ريبورت 2. خلينا نشوف شو راح يطلع معنا الريبورت. هاي الريبورت راح يطلع معنا كم عندك انت كولومز 5, number of observations 48 observations, missing values ما عنديش, و number of columns كلهم number عبارة عن 5 حقول. هاي عندك الفاريبلز. لو اخذنا اول واحد مثلا البترول تاكس طلع معي كل الانفورميشن هاي, لاحظوا كيف اللي شرحناها, وممكن تعمل توجل للديتيلز تطلع كل الانفورميشن اللي بدك اياها. هاي الكوريليشن بين كل هذول الخمس فيلز, بتشوف كيف الكوريليشنز كي how correlated data is between each two fields altogether. طيب الان خلينا نشوف انه هل ممكن نطلع هاي الداتا كجيسون فايل. في ناس بيقول لك بدي اطلعه كجيسون وانا اتحكم فيه واطلعه زي ما بدي. يس يو كان. لو اخذنا نفس الاكزامبل الاولاني, عملنا داتا عباره عن اي بي سي وفيها 100 راندوم نمبر للثلاث فيلدز, فهون شو بقول له؟ بقول له بروفايل ريبورت, هي البروفايل, بقول له خزن لي على ماي ريبورت, وبقول له هون جيسون داتا يساوي بروفايل 2 اندرسكور جيسون, بس اطبعها بقول له برنت جيسون اندرسكور ريبورت, بيطلع معي الريبورت كما يلي. هاي الريبورت بيطلع معي الريبورت كما يلي هون في كل الجيسون فايل. طبعا انا مختصر الجيسون وراح يكون كبير, بس انا اختصرت, بس حطيت اول فيلد واخر فيلد اللي فيه تيبل وفيه باكجز, لكن راح يطلع داتا كبيره كثيره فيها كل الجيسون فايل. طبعا الان ننتقل للجوبيتر. اذا حاب واحد يشتغل جوبيتر, طبعا اللي مش عارف يشغل جوبيتر او بعرف شو جوبيتر, ممكن تروح على سكريبت فولدر اندر البايثون اللي انت مخزن فيه. انا مخزنه بايثون 3.7, فممكن تروح على هذا الفولدر والسكريبت, في جواته جوبيتر نوت بوك دوت اكس اي, بتشغله بيطلع معك جوبيتر بتشغله, والان بنشغل برنامج على جوبيتر. الان هاي جوبيتر, لاحظوا كيف بقول له هون, بس بعمل له رن الجوبيتر لما يطلع معي, بقول له يوز مثلا بايثون 3, ولما اجيب الكود هذا نفسه اللي انا اشتغلت فيه, لاحظوا كيف بقول له بروفايل ريبورت, بالبروفايل ريبورت نفس الكود اللي انا سويته اول شيء بالنوت بوك العادي او النوت باد العادي, بقول له دي اف والتايتل كذا, وبقول له اتش تي ام ال, بدي احط ستايل تبعي بال اتش تي ام ال. الستايل مثلا عباره عن فول ويدث ترو, بقول له بروفايل دوت 2 اندرسكور نوت بوك اندرسكور اي فريم. فلما اكبس هون طوالي بيطلع معي على جوبيتر الريبورت زي ما راح اشوفه الان في السلايد القادم. هاي انا موجود جوا الداتا نفسها, طلع معي الريبورت, لاحظوا كيف طلع معي كل التفاصيل في نفس الجوبيتر, ما في داعي اخزنه على فايل خارجي واعمل له كول. هون طوالي طلع معي عندي على الجوبيتر. هيك بكون انا خلصت هذا الدرس. هذا الدرس حقيقه مهم جدا, وانا نفسي يعني استفدت كثير من الباندز بروفايلنج, بيفيدني هذا الموضوع جدا في الماشين ليرنينج والديب ليرنينج, وكداتا ساينتست بيفيدني بشكل كبير جدا 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 حتى اشوف كل الانسايتس عندي على الداتا اللي بدي اشتغل عليها في الداتا سيت تبعتي. والقاكم في درس قادم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.